هذا الله يحفظكم حرامية صرك بعد من الفلفل البارد مالي، وراسه منزلق، راسه منزلق يا هو يقول أنا ما بطايح، هو يقول في الليل أنا راقد. ها شو ياك صلاح؟ شو ياك؟ شو استوى راسك؟ شو بلا عفا الله نام وانت راقد؟ هذا تحلم انت واصبحت النمونة. ترى صلاح ما يعيب حد يقول انه طايح ومتكود ولا تعور ولا شيات، لا صلاح يعيبه ان صلاح الله حفظك عجيب. صلاح يعيب الله يحفظكم انه يعني يقولوا لنا حلم، انت كنت تحلم وهذا اللي استوى. تعال من قدام سلم عليه، تعال سلم عليه من قدام، ما يسلمون على الرياي من وراء عيب والحر. ها صلاح سلم عادي، انتم ما يسلمون عليك. كيف صباح الخير؟ ايه قوي صلاح. يلا سلم معك على سمونه. هذا دري والمارك الجديد. السلام عليكم، كيف حالك؟ تعال عندها الارباب مالك بعد. ها شو الحين صلاح تباه؟ زين عناية، زين عناية، احسن على البارحي. يلا خلاص 100%؟ 100% اكيد. ما يحطين سوار؟ هذا احنا فرات كلش انترناشونال يشوف نسوار ما يسوي استعمال سيجريت ما فيه. ايوه اي شهدوا علي كلنا فرات هو استعمال نسوار ودي سجن. لا نسوار. اي رقم تليفون رقم سيارته تعرفونها ما يبال كلام. يلا شكرا. اقول لكم هذا شهاب دري وصلاح كم سنه هي عنده شهاب؟ انا 10 سنة. انزين ونشب ويا الريال ويا جلطه. جلطت الريال يا صلاح جلطته، سويت له جلطة. زين سويت له جلطة كل منك لا يعرف الكلام. وديتين يتجلطة وسافر بلاده وتعالج ورد يا غير ما رام ابوي يشتغل. احنا يوم رد قال ابوي انا ما رمت اشتغل، دورنا ردري والمنخير. وعقب ابوي رد مرة ثانية بلاده وحين يدور شغل سار ابوي كل الشغل القطاب متعب. فحين ابوي الريال يا حق صلاح يبقى صلاح يصير ويا الجوازات يكنسل له. صلاح بتسوي له كنسل؟ هين زين بيصير بلاده الحين تبى هاي دريبك الاولي لو تبى عناية ارمس تسوي لا تستحي هذا ما يعرف حينه الحينه كليت عظم وربع كليت لحم ورميت عظم بعد انتهى بخير عن غيرك يا الملاك. انا ملا. انزين انزين صلاح الحين لازم انت لازم تصير معاي الجوازات، ما تقدر انا ما اقدر اسوي كنسل. تعرف ليش؟ قانون لازم انت يروح تسوي سيجنتشر هذا نفر يشيل معاه يعطي معاش ما يسوي جنجال حق مالي انا كلش يشيل. كم سنه الحين انت عند صلاح؟ 10 سنين. صلاح 10 سنوات عندك، اعطيت معاش كامل؟ اعطيت فلوس خلاص؟ من اول هي خلاص الحين انت بتصير بلادك ما شيء مشكله. هي بصراحه شو باقر باقر؟ لا يدي ليت قال باقر. صار وياك السعوديه، صار وياك بانكوك، وصار وياك مصر وعمان، هذا كل ما بات فيك اخ عليك يا صلاح. الحين يوم بتكنسل له لازم تمشي له معاش. خمس مرات صار بانكوك. ثلاث مرات. شو صلاح حينه من يسافر كل شهرين طرش له 500. زين الحمد لله الخير وايد. شو رايك؟ خلاص. واحد شهر بيطرش لك 500 وشهر لا. كل تنين شهر بيطرشوا لك 500. من حساب صلاح هب تنسى عادة يا ويلك. شوفوا السح كذا نمونة، لكن أنا اللي عيبني أكثر هذاك منك شيء دباس وشيء خلاص وشيء بمعا كل نمونة غير أنا غرامي الخنيزي ثلاث فردات ياخذونها ويعبطونها على الطعام ويدلشونها يدلشون يعطوني إياها. أنا بعد ما داني أدلش السح
عفصه فاعطيه ام محمد هي تعطيني اياه وبس. تعيبني يعيبني الطعم الخنيزي انا يعني ساعه تندون ساعه يعني في الاسبوع لازم مره ولا مرتين اكل لي خنيزيه. بس بغيت اخبركم عن هالمعلومه. هذه ها صح تعالي 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 شو اقول لكم صلاح عنده الله يحفظكم مشكله. خلي اللي في راسها وليده البارحه عند شو هذا عنده مشكله في ضروسه مسوي له جسر والجسر هذا ساعتين يطيح وساعتين يركب يعني وتعاينه كذا مستشفى قالوا ابوي ما يستوي لان الحنش عنده ما ادري شو بلا. فالحين الله يحفظكم بنسير بمستشفى بارجيل الدكتور نسيت والله شو اسمه الدكتور بروفيسور جراح ما ادري شو اسمه طلاح لا شو اسمه دكتور اللي سوى اللي عالج اخوي خلف خلاص اخوي خلف من مده بعد عنده نفس عوق صلاح الفتش عنده ضعيف زرعوا له عظمه ما سووا له عاد اليوم الحين بنودي صلاح محمد بتوديه كلمنا الباحث بارجي قال مره ما شيخ له يوم اللي اجى لصلاح خلوه يبدون موعد يزاك مشكورين يا مستشفى بارجي وسووا له موعد ويا البروفيسور هذا ابدا اعتقد يا فلسطيني ولا سوري ولا الاردني والله الكذب يعداكم واحدة من هالثلاث فقالوا خلوه اليوم يجي وبيسوون عليه كشفية صلاح وبيطالع الدكتور اذا يقدر يسوون لك شرات ما سوى حق خلف زراعة فتش زين حق يركب عليه الضروس حب حديد ضروس دروس زين شو رايك انت ترى الدكتور يقول بعد لازم ما تاكل وايد عسب البنج بنج ايه بنج تبى بنج شوي والبنج كامل لا كامل كامل تبى ترقد لا ها كامل ضروس كامل ايه؟ بعد ان شاء الله ان شاء الله حبيبي ان شاء الله شكرا مستشفى بارجي هذا مفروض انا اسير ويا صلاح برد اليوم ما اصبحت اللي مفروض انا اسير ويا صلاح يا غير يجيني جماعه من دبي فما بارون فبتصير وياه ام محمد جزاها الله خير وبيون ها شو رايك؟ بتصير وياي ولا ويا مدام؟ لانه ما يبي يطري اسمها حيله حسب التصوير ها بتصير ويا ام محمد زين؟ زين؟ اي هو ما بضاري يزقرها ام محمد يا ضاري يزقرها باسمها فلذلك ان شاء الله انه بيصيرون بنطالع شو يستوي يقررون والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى ترى يا جماعه يوم دبي ان شاء الله من يوصلون بنرمس وبنسولف وبنخبركم بالبنت وبنت البنت علوم ووايده ان شاء الله يلا مع السلامة مع السلامة صلاح أدري بك بترجع بتغدى عندنا يلا مع السلامة سلموا على اللي في بارجيل كلهم زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكن الله بالخير بنات كيف حالكم كيف انتم أنا حين قلت لي ترى بصوركن لكن يوم ختلن نشيت وصورتن الحين سي الحين ما يدرب ما شيت تصل في الحين ياس اصور عاد هنا اقول لكم ابوي هاي ابوي مبادره المستجيب النسائي من دبي هذا بس عاد في اماره دبي نتمنى يكون يطبق هذا الموضوع في جميع انحاء الدوله المستجيب النسائي الله يحفظكم اسعاف اسعاف ترى شيء نمونتين السياره العوده تصير تبطي لين حد يطلبها وتوصل للمكان تبطي يعني تاخذ مده لكن المستجيب النسائي هذا عباره طاقم نسائي لا يخدم الا النساء البنات الحريم اللي في البيوت من تقول التليفون في خلال من 4 إلى 6 دقائق يتواجد في قلب الحدث في اي مكان كان هذا المستجيب النسائي شو يميز المستجيب النسائي المستجيب النسائي على الله يحفظكم ليش بتكرهوا الطريقه هذه المستجيب النسائي فيه اكثر العوائل أو شيء من العوائل لا ترغب بأن يكون الراعي الإسعاف لبي المسعف يكون ريال فلذلك يفضلون الدكتورة فالحين طاقم هذا كامل مثل ما تشوفون طاقم نسائي مكون من 3 أشخاص أو 4 أشخاص كلهن بنيات حريم النرس أو يعني الطاقم المسعف اللي يجي كلهن نساء فلذلك يبن تصويت لهذا المشروع
المشروع اللي وايد اشوفه وايد ايجابي وايد زين وبينفع فئه وايد كبيره، بدال ما تتاخر السياره العود الاسعاف. فهذه سيارتي اللي تشوفونها، سيارة هالهنتين اتي كتقييم مقيم، يقيمون الحاله ويسعفونها، يقومون بالاسعاف. يا غير هذا اسرع وهذا اكثر خصوصيه للبيت ولهل البيت. هو مش نقصان بالرجل، الرجل مكمل للمرأة والمرأة مكملة للرجل من استوى الدنيا. يا غير هذا حد من العرب الإصابة النسائية كلن يفضل أن لبي البيت يسعف حرمته والأخته واللمة والأخالته، أفضل حرمة. لا الله، لو حصلت حرمة بعيدة برك عن ريالي يزقد الحريم شرق وغرب ويصورها. شوف على تضحكين لبنياتنا هنا يومينا سوينا الحين الله يحفظ هنا بلالي طبع اللاك على فكرة. إنزين، فأقولكم فالمطلوب الله يسلمكم شو شيء رابط بينحط تصويت للمبادرة المستجيب النسائي. المستجيب النسائي له رابط وأنا بنزله بعد شوي مع فيديو، بنزله. فاللي بيرفع الشاشة لين فوق يظهر له الرابط ويصوت عليه. عاد كيف طازي أقولكم، فالبرنامج هذا على الله يحفظكم برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية اللي شاركن فيه على الله يسلمكم 38 مبادرة، اللي تأهلن 8 مبادرات كلهم زينين وكلهم والنعم وكلهم فنانين وما حد شراتن. يا غير اللي أنا جذبني من 8 المبادرات وافقت أني أنا أصوت لها اللي هي الخدمة هذه اللي هي المستجيب النسائي. لأنها أولا حطوا في بالكم في الكون كامل في الدنيا العودة ولا أي بلاد مسوي المبادرة هاي، بس في دولة الإمارات اللي هي مدينة دبي، إمارة دبي. إمارة دبي هي اللي سوت الخدمة النسائية هذه للبنات للحريم الكادر النسائي. ما شيء ولا بلاد، لا في أوروبا ولا في الهند ولا السند ولا في بلاد لا إسلامي ولا غير إسلامي، أول مبادرة نسائية مستجيب نسائي إسعاف في دولة الإمارات. فلذلك أنا أشجع لذلك أنا أبوي شجعت الموضوع هذا اللي هو مبادرة المستجيب النسائي. فكل المطلوب منكم انتوا عاد يا متابعين ما تطلب منكم شيء، الله الله فيه تابع رشحوا في الرابط المستجيب النسائي. ولا شو رايك؟ صح، ياركن الله. هذا الله يحفظكم كادر التصوير اللي جايين حق التصوير للمقابله اللي بيجرونها وياي. وهاي شو اسمك انت ابوي لمنا اول واحد؟ منو؟ هيثم. صاصر عمرك؟ ما اسمعك. هيثم هيثم. بارك الله فيك. وانت ابوي؟ سعيد. وانت الشيخ؟ اكرم. والله والنعم. زيد، زيد المعمري. والله والنعم. وانت شو اسمك؟ شو اسمك؟ صلاح. صلاح، شو اسمك الكامل؟ ما اعرف اقلب. لا انت ما تعرف. صلاح. لا اسمك الكامل شو؟ بس شيخ روحك ياي؟ طرثوه ظهرت من الارض روحك؟ صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي. عفوا عفوا. اسال صلاح عن لون شو؟ هذا شو لون السياره هاي صلاح؟ ابيض. وبعد؟ وردي 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 وردي. هاي حق الحريم، بس للحريم هاي. بس مو بالريايل، للحريم بس. زين شو رايك؟ زين والله غاويه صراحه. ايه استغرب طبعا وقال شو هال اسعاف ولا شرطه. السلام عليكم، كلمت من عمليات اسعاف، طالبين اسعاف. تعال امي توفت بسرعه، نحن عايشين في بلد الحمر. اسعافكم موجود خلال 7 دقائق او اقل ان شاء الله. مستجيب نسائي واحد كل وضوح، مستجيب نسائي واحد ارسل نسائي واحد فضل انتجه لمنطقة مدينة الحمام شارع 8 جيم فيلا رقم 1 امرأة مرمي عدد. انتم دوما بأيد امينة. الفيديو اللي نزلته ترى في اسفله شيء كتبه، الكتبه هاي هي الرابط، سهم من ترفعه لفوق يظهر لك هذا مال التصويت. وكل عاده كلنا وذمته. اذا تشوفون هذا الشيء مش موالم وما يشجع
فلذلك انتم لا تسوونه. فاللي اذا تشوفون هذا الشيء انتم مقتنعين من الخدمة هاي النسائية اللي هي المستجيب النسائي، لا والله الله لا سامحكم إذا ما تشجعون على فعل الخير، لا تقولون ما حد قال لكم. يلا شكرا جزيلا. أقولكم للي منو عادة، للي ما يعرفون عندي أنا إنستغرام، بوي ترى عندي إنستغرام، وكل الأشياء اللي أسوي أخذ مقتطفات من كل شيء أصوره، الشيء اللي يوزلي وفنان وغاوي أصور من المقاطع، مثلا أمس الاحتفال مال مسيرة أبناء القبائل، وقبلها مال طيران الاتحاد، وقبلها مال سفرة الرالي في اليابان، وما أدري شو، من كل شيء حاط شويون 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 ورافعنا على الانستغرام. فلذلك فوايدين ما يعرفون رقم الانستغرام مالي، فحين بحط لكم العنوان الرابط من تحت سهم، من ترفع هذا السهم دخل. مشكورين على الزيارة، ما قصرتوا، حاضرين، يعني الله يحفظكم ويسر أموركم. مع السلامة بنات. شفتي ها انتاجنا، يعني الله يسر أموركم، الله يحفظكم مايا بدات الله. فكرة جميلة ولا أروع من هالنمونة، تبارك الرحمن، اللهم احفظها من بلاء ودم عليها نعمة الأمن والأمان. مبادراتكم مميزة، وعلى طول في كل شيء أبوي مميزين، إلى الله يحفظها من دار. مشكورة مشكورة إمارة دبي، مشكورة دولة الإمارات، مشكورين يلي يتعاني من دبي لين بضبي، جزاكم الله خير، مشكورين على هالزيارة. إلى الله يسلمك. كل يوم غداي بروكلي سوتيه، سوتيه بروكلي وشوربة طماط، شوربة طماط هذه خدمة هريس طباخنا هذاك الهندي. شو كل صلاح شراتي، شكرا، في العافية في العافية. يا ابو زلق يا ابو راس مزلوق، كل يوم تتكود وتطيح. شو هذا طاح زي، بس خلي ولي خلي ولي. بالنسبة أنا الله يحفظكم للغداء، غداي مال البارحة اللي زاد عني البارحة قلت لهم يودوني حق اليوم، لأن ما تلذذت ولا شبعت البارحة من القشيد المالح، وعايبني وما هان علي ما هان علي إني يعني ما شبع منه، قلت لهم أبوي نزاد يودوه لين بكرة لا تسوي لي غدا ثاني، وأشدون أبوي كلوا اللي كلوه والباقي يودوه لين اليوم، وحين بيسخنوه وباكله أبوي شرات البارحة. يعني معناته معنى الكلام ان اليوم ابوي لا تتريون تصوير حق الغداء، الغداء هو نفس البارحي، واللي بصور شويونه يمكن حد البارحي ما شافه. يلا هذا الله يحفظكم الصوره، الورقه اللي تو حطيتها الملصق، هذا الخبير مال السناب من 3 ايام ادق ولا يرد، مره مرتين 10 20 ولا اتصل ولا طرش مسج ولا رد علي باي كلمه، ما وعيت بحين نظر شيء اللي هذا. قلت له زين الحين انت المربي لو هي زين وحرمك كم ربي كجا مرحبا، يعني بعد الحين ريايل هالزمان غير نمونه بعدها، يعني هذا كله فيك حنان لهالدرجه يالس عندها من 3 ايام الحين الطلق بيها هي والربا هي اللي بتربي، انت وين ساير؟ شو يخصك انت بالموضوع هذا؟ تآزرها وقت الربا يعني بتصير بترد على تليفونك على الاقل؟ ما وعيت بالله طلع شو سكتني عادة، قلت له حول لا قوة، فنزلت لكم الخبر هذا، ويعلى الله إن شاء الله يبارك له ويطرح في وليده البركة. اليوم اليومها اليوم اليومها اليوم اليومها حق عمري اصور قبل ما تصك الساعة 9 حق يظهر في التايمر، ما يظهر الساعة 9 و لا 8 و58 8 و57 برايها، المهم ما يطلع اني مصور قبل بعقب 9 المراد. جلست والله بطيت في البيت يا تم محمد سوالف وعندك ودونك، وبطينا ترتيب دخلنا البخار انا وهي والبشكارات هالي دا ضمينا بشكارات.
ونرويهن الشغل يعني فيه ترويه، وانا بعد بالنصيف انقز. يلا انا بس خلاص الحين نوصل نطلع النادي. اقول لكم الجيم ما شاء الله ممزور لين عينه. شوف يعني اليوم ممزور خلق الله، يعني مش فل وايد اظني لان اول يوم دوامات، فلذلك يعني مش ممزور وايد، ممزور يعني 65%. ف65% نعمة، انا ما تتخيلون لاي درجة انبسط يوم اشوف الجيم ممزور. يعني يعني شرف اللي تتنومس وتنبسط يوم تشوف الناس جاية، يعني معناته ان الوادم هيبون يعيشون بخير وسهالة ويبون يقدمون فنانين، فلذلك اللي يبيع ذي فنان لازم ينبسط له. يلا بنظر السلام. عادة يكون تمرين الريل أصعب تمرين، يعني الناس كلها تبغى ضح، فمن التي عادة تتمرن اليوم اللي بتتمرن ريول يقول لك عادة شيطان، يقول لك أجلس اليوم عندك صدر ولا عندك باي ولا عندك تراي ولا عندك ظهر اللي هو، فكان ضروري أنك أنت يا إنسان تتغلب على الشيء. يعني شوف اللي يجيب سهولة ترى يصير بسهولة، واللي تختاره سهل هذا ما وراه فايدة. محمد عبدو يقول يا مدور الحين ترى الكايد أحلى، فتمرين الريول ضروري يكون في أول الأسبوع، ويوم أنت جايب نشاطك، هذا جايب نشاطك تمرن صدر تدمها كأنك ديش رومي وارتحت عصاقل يا مصاقل حبك في القلب صاقل، ليس قبول. أهم شيء الريول، يعني 90% من الشباب اللي يتمرنون ما يتمرنون ريول، بس صدر بس طاعب تحت العصاتي. الله بالمستعان. ما شاء الله عليك، شد حيلك شد. ما شاء الله عليك. شو رايك انا اقول حق الجماعه اهم تمرين الريول، انت شو تقول؟ اكيد هي والله اغلبهم تحصل الحين تشيكن ليجز. تشيكن ليجز قول لي. التمرين الريول يعطيك تستسترون بوستر. سبحان الله. ما شاء الله الشباب كلهم مهتمين في الريول هالزمان، لما المفروض والله ان اهم شيء ترى على فكره هو تمرين الريل، يعني تمرين الريل مثل اساس البنايه، ما يستوي تبني بنايه فوقها يميع الوزن وتحت ما في اساس. خيبه اي والله، تبني ومن تحت ما شيء قوه في البنايه، فلذلك يقعد الشيء البنيان بسرعه يطيح. تبدا من الريل تصير قوه. اي والله. نسألك يا الله نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن معهم، اللهم امددهم بجهد من جهدك يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. الجيم عادة اللي أنا فيه في قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي، لكن القسم الرجالي مثل ما أصوركم يوميا ساعات 70%، ساعات 50%، ساعات 100% يكون ممزور لين عينه بالرغم من ضخامته وحجمه الكبير المهول. هي قسم للنساء تابع للجيم اللي أنا فيه هذا، يا غير من النوادر تلقط فيه 10% أو 20% أو حتى 15%. شو السبب؟ أنا ما أدري، هل هذا كسل عيازة؟ ليش أنت انتبهن الريال يغذي جسم وهيب ورز وطول وعرض ورياضي وانت جالسات باركات في البيوت؟ شو عليه مفروض؟ ليش انت نهنمونه؟ شو السبب؟ مفروض الحريم اكثر يتمرنن ويهتمن في الرياضة اكثر عن كل الرجال. هذا الجيم اللي انا فيه اغلبية النوادي اللي فيهم اقسام خاصة للنساء اين تواجد النساء وايد ضئيل، ون حبنيين وعزمل
ين أول أيام يشتركن تخيلوا 3000 و5000 اشتراك سنوي، ين أول 5 أيام نشاط وعلم وخبر، وعقب الله يبنشرن. معقولة يعني؟ معقولة يعني هاي كلها عيازة؟ الحيازة هاي ما لها أي محل في الحياة. المفروض الإنسان ذكر كان أم أنت، لكن أنا ملاحظ الحريم وايد مش مهتم في الرياضة، يهتم في كل شيء، يهتم في كل شيء إلا الرياضة. ما بكلهن، في جزء منهن يتمرنن أكيد، وفي جسم وفي أجسام وفي أشكال وفي رز وفي عود وفي هيبة، معلوم غير لا يخلو من وجود، لا يخلو من وجود اللي ما اللي العيازات والحيازات اللي ما فيهن هبة نشاط، ما فيهن حيوية، هداهن الله اجسم كرن من فوق الله الله من تحت يعلم الله. لا يا ابوي، يقولون السوريين واللبنانيين القالب غالب، ضروري اول بادي القالب، القالب وبعدين ابوي يسمكرون القالب، ما بيسمكرون ابوي قوطي معفص حناحين ومطاميط وما ادري ما فضل وزوايد لحمي ويفون وبشوف اقول لا والله وايد ضروري الاهتمام. انا والله اني اعرف حريم امهات عيال عمارهم بالستين وخمسة وستين، عيالهم ما شاء الله اكبر رتب عسكرية عندهم، عندهم ما شاء الله. وش انتو من يصبح لان يمسن يميسن على عمارهم في الرياضة، وغاديات ما شاء الله عليهم تحراهن لا فسلن ولا انسلن، تحراهن بنات البارحة وهن ما شاء الله عمارهم بالسبعين وتعلمن ضرن وحينه قوّن عمرها. والله عيالهم عيال عسكريين وكل واحد أكبر رتبة عنده، يوم بتمشي عدالة همه التحراها أخته، التحراها أخته من ما شاء الله عليهم متصبيات أولاً ومتشبثات في الحياة. شو اللي خلاك تتشبث في الحياة أنت؟ بس اللي رمسي هي تشبث في الحياة، تشبث في الحياة يبغي له قوة، يبغي له إرادة، يبغي له عزيمة، ويباله تمسك بالأكل والرياضة وايد ضروري صبح مساء. المهم لازم تفرسخن حق عماركن وقت للتمرين. على كل حال الأمراض منتشرة في البنيات بالأخص البنات، كل وحدة غادي كبر التك، كبر التك شنه فيك مرض لا حول لا قوة إلا بالله. يا غير فيك أبوي مرض الصراط، هل ملايم ليه ما يوجه وقل حركه، الوحدة غادي تحراها درام كشرة من الصراط وتعق في هالبطن وتعق في هالبطن. لازم بعد غادي نكبر البيت العظيم، وقد يتكبر البيت العظيم منو بيشاهد ريال بياخذ الحرمة بيجلس يترتربها من مستشفى لمستشفى من البطن الأول والبطن الثاني، خلاص إكسباير انتهت صلاحيته. لا والله، ولا بتهتمين بعمرك قبل العرس 3-4 شهور حق الفستان، ومن تلبسين الفستان وتدهين ولد العرب تردين تقعدين كبر البيت العظيم؟ لا والله، الله لا سامحك تدهن ابوي شبابنا وخلون ابوي الشباب طول حياتهم متغربلين وياكل. لا والله ضروري تهتمن بعمر السكر، السكر منتشر في الدنيا العودة كلها، الدولة اكبر البلاد في الدنيا العودة فيها نسبة سكر وضغط الامارات. معقولة؟ العلم موجود والطب موجود والنشاط موجود، الدولة مكرسة كل جهدها للرياضة. انتوا لا تصيرون بعيد، المعازيب كلهم رياضيين، المعازيب من الصغار لين الكبار، من الفجيرة لين بوظبي، ومن بوظبي لين الفجيرة، بكل القرى بكل اليزر بكل الأماكن. يعني معقولة معازيب؟ يعني المعازيب كلهم مبوي رياضيين. انتوا ليش؟ شو السبب؟ انتوا أخيار؟ انتوا ما بخيار، انتوا عندكم شغل أكثر عن المعازيب. المعازيب أبوي هم شالين الوزارات وشالين الدوائر وشالين السياسة، ومع هذا كله يظهرون العمارهم وقت خاص للتمرين، خاص للتمرين وايد ضروري. وانا الصدق انا عندي مقترح، مقترحي على الله يحفظكم ان شاء الله اني يوصل للي عنده اتخاذ القرار، اني يعذرون للي يطالبون بالترقيات وتحسين الوضع
واللي يطالبون انه بالترقية يلزمون الترقية بالصحة واللياقة البدنية. وايد ضروري، وايد ضروري، وهذا بغدي حافز اولا للموظف اني غدي رياضي ويتغدي عند لياقة. وكل ست شهور، كل ست شهور يظهر شهادة لياقة، ها يكون يخف هالنمونة. هبدي تريري بكبرة فول وثديات وما فضل عنهم مطامير وحناحيد، لا هالنمونة ها. والحين هذا يعني من المفروض انه يربطون ربط، عاشت روحك، يستوي ربط بين الترقية واللياقة البدنية ضروري على كل حال. ما يحصل لا ترقية ولا زيادة معاش ولا زيادة اي شيء، حتى شهادة منو بعد هذا. اي ها، فحص دوري عن السكر والضغط كل ست شهور. المراكز الصحية ما شاء الله كثر التراب، والدخاتر بوي لا شغل ولا ضمنه. فلذلك ضروري ضروري شهادة اللياقة وخلو من السكر والضغط. هذا كيف بيستوي؟ الحفاظ على الرياضة، لازم يوم بيهتم بالرياضة وبالأكل بيغدي بخير، وبيغدي مرقده زين وفراشه زين وراحته زينة، بشرته بتغدي البيوت تشاهد بتخوز هاي التعفيصات اللي ما توجه. والله آزمن كان ذكور ولا إناث، حناحيل الرقاب تواليل كل ثالور طول الرايبة، يا غير التحرك راد بوي في علباه الرجال ما يستوي. كان رجال لو حرمه يميع التواليل في رقابك. شبنا هذا، هذا بوي من ترضيه ليلود، ترضيه ليلود. والله ما صدق من صدق انا مسكم ما امزح قميضه. يعني الدوله تبارك الرحمن في كل فريج في كل حاره دور ما دارها مقيطن، كل فريج مقيطن بممشى، كل ممشى مصروف عليه اميات الملايين، ما كان عشرات الملايين فبيكون اميات الملايين باذله الدوله يميع المصاريف لاجل ترتقي بالشعب ويغني شعب رياضي. تخفون على الدوله، تخفون على البلاد من اعباء هالايهاد والامراض اللي فيكن وفيكم. لازم يعني صراط وقال رياضه، لازم بي السكر بي الضغط ونشي البلاد توزي عاد. انت الحين هل المختلين عقليا عالجيهم ابوي كم بتوبل تدادلها هالبلاد، تدادلها الحكومه انها متوزتنكن بيهادكم وامراضكم. لا والله كان رياي لو حريم. خلي الممشى، الممشى في كل مكان وفي كل فريج وفي كل حارة، أحيانا في كل بناية من هالأبراج شيء فوق جم للسكان، وفي كل دائرة حكومية شيء جم، وفي كل مستشفى شيء جم، حتى في المطار طيران الاتحاد، طيران الاتحاد مسوي جم خاص للي بيسافرون وبيصيرون بيون. شو تبون أكثر عن شيء؟ يعني هذا العالم هاي كلها غلط، وانتوا صح لازم بتتكسرون ولازم بتتبريد عظامكم ولازم بتغدي روسكم ما ترون تشلونها من الفراش ولازم بيغدي يمكم الدقدق. شو السبب؟ قل النشاط وقل الحيوية. يلا بسعد عليكم، تصبحون على خير. باكر شيء موضوع وايد ضروري الصبح، إذا الله جعلنا محيين وايد ضروري أرمسكم باكر، موضوع فوق عن الضروري ضروري هام وبينفع نسبة كبيرة شريحة كبيرة من المواطنين. هذا الله يحفظكم خاص اللي عندهم مزارع. الموضوع اللي بكرة بكلمكم عنه بطريه، هذا موضوع وايد ضروري وبينفع شريحة كبيرة من هلب المزارع، هلب المزارع اللي طايح مزارعهم في جبودهم من سنين وما يستغلونها، واللي ما لهم بارض قوي ياي بلكم شغلة بد المغني يلا، لكن بيساعد بالدخل، دخل ولايتي رقم واحد وانت يالس. لا همك الله ولا هم يحزنون، شويونة نشاطي بالك وبتدخل هم شت بيزات من وراء هذا، ومعتمد من الدولة ومن الجهات العليا معتمد 100%. كل شيء برويكم بيا باكر ان شاء الله. يلا تصبحون على خير.